الفيلم ديال ناكي بدا مع كاميرون ومرات جانيس اللي كانوا في الطوموبيل، وملي وصلوا لواحد البلاصه مهجوره وقفوا تما، وكاميرون هبط من الطوموبيل وطلب من مراته باش يعاونو يخرجوا واحد الجثه ديال واحد البنت ميته من الكفر ديال الطوموبيل، وجروها حتى وصلوا للغابه ودفنوها تما. ولكن جانيس كانت خايفه وقالت لراجلها ما عمرني توقعت بلي شي واحد غيموت بسببنا، ولكن كاميرون قال لها كون ما قتلتهاش كره دابا تفضحنا، حيت كانت البنت كتغوت بزاف. وملي سالا ورجعوا لدارهم، واحد النهار كانوا خارجين ودازوا من واحد البلاصه اللي كانت خاويه بزاف، لقاو واحد البنت تما سميتها كولين وكدير الاوتو ستوب، ووقفوا على ديك البنت وقالوا لها الا بغيتي نوصلك معنا في الطريق ديالنا يلا. وركبات معاهم كولين وهي فرحانه وتعرفت عليهم، وقالت لهم بلي هي غدا لواحد العيد ميلاد ديال صاحبتها في كاليفورنيا، وقالت لهم بلي هي ديما كتركب مع الناس وكدير الاوتو ستوب حيت ما كتبغيش تخسر فلوسها في المركوب. وملي كانوا غادين قال لها كاميرون واخا نمشيو نشوفوا واحد البلاصه هنايا فيها الثلج بزاف، وكانت كولين خايفه شويه ولكن قالت ليه واخا. من بعد وقف وسط الغابه ومشى كاميرون جبد الموس على كولين وهددها باش دير داكشي اللي غايقول ليها ولا غايقتلها، وكانت كولين خايفه بزاف ودار ليها المينوت في يديها وسد ليها فمها باش ما تغوتش، وسد على راسها فواحد الصندوق ديال الخشب وبقى كيتسنى حتى طاح الظلام عاد تحرك من تما. ومراتو كانت غير ساكته، وملي وصلوا للدار وقطع ليها حوايجها وبقى كيضرب فيها، وملي سالا حط عاوتاني راسها في داك الصندوق وسد عليها، والغد ليه خرج باش يتسخر. وفي العشيه ملي رجع عطى الكولين باش تاكل، وملي سالات بقى عاوتاني كيعذبها، وكانت مراتو الفوق كتسمع كاع الوات ديالها وبقى في هالحال، وبقى تما بالسوايع وهو كيعذبها. وفي العشيه جانيس سولات راجلها اشنو غايديروا في كولين، حيت الا هربات ومشات عند البوليس راه غيمشيو فيها وغيشدوهم، وقال ليها كولين ما تخافيش حنا غنحبسوها تما لتحت في لاكاف بحال شي حيوان وغتبقى ديما تما. والغد ليه مشى كاميرون كيصوب واحد الصندوق بحال ديال الموتى باش يحبس كولين تما. من بعد كنشوفوا الوالدين ديال كولين اللي مشاو عند البوليس وديك لاراو باللي بنتهم ما بانتش. وملي داز واحد 6 شهور جانيس مشات عند راجلها المحل ديال النجاره اللي خدام فيها راجلها، وعلمته بلي هي حامله وطلبت منه باش يخلي كولين تمشي بحالها، ولكن هو ما بغاش. واحد النهار كان كاميرون كيقرا شي كتبه وعرف شي معلومات على العقود ديال العبوديه، وطلب من مراته باش تكتب واحد العقد ديال العبوديه اللي هو مزور، وخد هذيك العقد وهبط عند كولين لاكاف وطلب منها باش تقبل تكون عبده عنده، وقال لها بلي هو خدام في واحد الشركه اللي مكلفه بهذه العقود ديال العبوديه، وكذب عليها وقال لها بلي جانيس كانت واحد العبده عنده وما كانش كيتعامل معها مزيان قبل ما يشريها. وكانت كولين خايفه بزاف وسينات على داك العقد المزور، وقال ليها كاميرون بلي هي دابا ولات العبده ديالو بشكل قانوني، وقال ليها الا حاولتي تهربي راه الشركه من خدامنا غيقتلوا لك والديك، وقال ليها بلي جانيس حتى هي كانت باغا تهرب ولكن الشركه هرسوا ليها رجليها من بعد تزوجت بها. ورغد ليه كان كاميرون كيهضر مع كولين ودار ليها واحد السلسله بحال ديال الكلاب في العنق ديالها، ووراها كاع داك الشغل اللي غدير حيت دابا ولات عبده عنده، وقال ليها بلي غيبدل ليها سميه غتولي سميتها كي. من بعد ولات كولين كدير كاع الشغل ديال الدار وداكشي كاع اللي كيطلبوا منها. ودازوا الايام وجانيس ولدت واحد البنت اللي سماتها امبر. من بعد كاميرون خرج كولين من داك الصندوق باش تشوف ديك البنت الصغيره، ورجعت عاوتاني لداك الصندوق. والغد ليه ملي كانت كولين كدير الشغل ديالها كذب عليها كاميرون وقال ليها بلي واحد البنت شحال هذه كانت عبده ومشات للبوليس باش تشكي لهم، ودوك البوليس كانوا خدامين مع ديك الشركه وشدوا ديك البنت وقطعوا ليها لسانها وقطعوا لها رجليها ويديها حتى هما، وهذا الشيء كله باش يخوف كولين، وفعلا خافت وتقبلات باش تعيش في هذه الوضعيه. وكانت كولين ديما كتحيد ليه الصباط وكتمسد ليه رجلين، وجانس ولات كتغير من كولين وديما كتحرش رجلها باش يضربها. واحد النهار مشى كاميرون مع كولين باش يجمعوا الحطب في الغابه، وجات الفاس في رجليه وتجرح، وكانت عندها فرصه كبيره باش تهرب ولكن كانت خايفه بزاف. وفي الاخر قررت باش تعاونو، وملي دازت 4 سنين الشكل ديال كولين تبدل وتيبان فيها بحال مريضه. وملي شافت امبر كبرات ما بقاتش عارفه شحال بقات معاهم في الدار. واحد النهار كاميرون ومراتهم مشاو لواحد الرحله وخلاو كولين بوحدها في الدار اللي كانت محبوسه في ديك الصندوق ديال الخشب، وكانت كتخيل راسها كتغرق وكانت خايفه بزاف، وضربات برجليها بالجهد وهو يتفتح داك الصندوق. وملي جاو من السفر هبط كاميرون لكاف ولقى ديك البلاصه فين حبس كولين محلوله، وخاف لا تكون كولين هربات، وبقى كيقلب عليها ولقاها مخبيه في الحمام، وقالت ليه بلي كانت كتقرا واحد الكتاب اللي كيشرح الطريقه اللي كيتعاملوا بها العبيد مع الاسياد ديالهم. وملي سمع كاميرون هاد الهضره عجبو الحال بزاف. ومن بعد كاميرون قال لمراتو بلي خص كولين تعيش معاهم هنا في الدار عادي ويدير معاها اللي بغا، حيت الاسياد كلهم كيعملوا اللي بغاو مع العبيد ديالهم، ولات كتعيش معاهم في الدار وكتلعب مع امبر وتعلقات بها، وهكا ولات كولين الخدامه ديالهم والعبده ديالهم. ولغد ليه كاميرون هضر مع كولين
وكذب عليها وقال لها انا قنعت الشركه باش يخليوك تمشي تشوفي داركم الا بغيتي. وكولين فرحت بزاف وشكرته، ولكن قبل ما تمشي بغا يدير لها واحد الاختبار واش كتسمع الهضره ديالو، وعطاها واحد الكلاطه قال لها كيقتلي راسك. وكولين كانت معميه كتسمع الهضره ديالو، مشات تيرات في راسها والكلاطه ما كانش فيها القرطاس. وهنا تاكد كاميرون بلي هي العبده ديالو فعلا وكتسمع الهضره ديالو كامله. من بعد مشى معها لدار عائلتها ووصاها عندك تخرج شي حاجه حيت الشركه غتقتلهم. وملي وصلت للدار عائلتها كانوا فرحانين بها بزاف، وسلم عليهم كاميرون حتى هو وقال لهم بلي سميتو مايك وبلي هو الحبيب ديال كولين، وخلاها تما مع عائلتها وخرج حاله وتعشاو مع بعضياتهم. وخت كولين سولتها فين كانت هاد السنين كامله، ولاحظت بلي هي ماشي بخير، ولكن هي ما بغاش تجاوبها. وخلاها كاميرون تبات مع دارهم، والغدلي في الصباح مشى باش يجيبها. والعائله سولتهم متى تلاقى مع بنتهم، قال لهم يلا تعرفت عليها دابا شهرين وانا غنتزوج بها. وفي العشيه رجعوا للدار وقال لها بلي هو باغي يتزوج بها فعلا، وسمعاتو مراتو جانيس وتقلقات وتعصبات وبغات تمشي بحالها. وملي ما لقاش كاميرون مراتو في الدار خرج العصب ديالو في كولين وبقى كيضرب فيها، ولكن جانيس بقى فيها الحال حيت خلات كولين بوحدها في الدار مع داك الوحش. وداكشي علاش رجعت للدار باش تفكها وعلمتها بلي هي تقدر ترجع لدارهم الا بغات والعائله ديالها. ولكن كولين قالت لها بلي خايفه بزاف من كاميرون، وعاودت لها جانيس على ديك البنت اللي قتلو شحال هادي ودفنوها في الغابه، واعترفت لها بالحقيقه بلي ما كان حتى شي كونطرا ديال العبوديه، وبلي كاميرون هو اللي كذب ودار هادشي كامل باش يبقى عنده في الدار ويحبسها من تما. وقالت لها بلي هي تقدر دابا ترجع لعائلتها بكل حريه. واخيرا كولين قدرت ترجع لعائلتها بعد ما بقات مخطوفه 6 سنين من واحد مريض نفساني ومختل عقليا. بعد مشات كولين عند البوليس واش كاتب به، وجاو شدو كاميرون اللي حكموا عليه ب 100 عام وغيبقى في داك الحبس تما حتى يموت. إلا عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناة وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.